طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، الحقيقة موضوع يخض كده شوية، ويمكن هو مش أول مرة يحصل وسمعناه قبل كده. مسألة إنه حد يحاول يبصم حد توفى على عقود ما، يعني حصل ضبط لسيدة تحاول إنها تحصل على بصمة أختها اللي توفت من داخل تلاجة حفظ الموتى. طيب هو في بصمة للمتوفي؟ يعني لو أنا أخدت البصمة دي، البصمة دي عمرها الافتراضي قد إيه؟ لما يعني تحصل على عقد ما، هل ممكن تكتشف؟ هنعرف ده من المتخصصين. معانا دلوقتي يا دكتور مها غانم، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكيه بكليه الطب جامعه اسكندريه. مساء الخير عليك يا دكتور، وعايز اسال حضرتك العمر الافتراضي للبصمه، يعني عشان حد ياخد بصمه حد توفى ويروح يقدم هذه العقود، هل بيتم اكتشافها ولا لا؟ خلال الايام الاولى طبعا مش هيتم اكتشاف حاجه، لان هي البصمه بتفضل زي ما هي. يعني تقعد لخلال ايام. خلال ايام لغايه ما يحصل يا اما تحلل في الجلد خلاص، او يحصل فيه يعني غزو بالطفيليات والحاجات اللي هي بتبقى الدود والحاجات دي. خلاص دي اللي بياخد شكلها، يبتدي يتغير بقى ويبقى صعب انها تحطها على ورقه او تحطها على بصمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضك بيفرق بقى شويه حاجات بسيطه، يعني مثلا الجسم في حاله ارتخاء، لان حضرتك البصمه مش مجرد ان حضرتك بتحطي صباعك كده بشكل يعني نقول ايه هرجان الافق كده، لكن حضرتك بتدحرجي الصبع يمين وشمال شويه خلاص عشان تاخدي بصمه كامله. فطبعا لو الجسم في حاله ارتخاء هتعرف تتصرفه، لو الجسم متخشب هيبقى صعب شويه بس ممكن. وهل بتتغير؟ لا، في خلال الايام الاولى دي لا تغيير. يعني الطب الشرعي ما يقدرش يثبت انه هذه البصمه لحد متوفى، ان هذه البصمه حصلت بعد الوفاه. ما لم يكن حدث تغير في البصمه الاصليه اللي هي طفزنج، ده طبعا ما فيش، صعب جدا. طب نوع ده من البلاغات يا دكتور مها بيجي لكم كتير؟ لا لا، بس هي في الافلام، احنا بنشوفها في الافلام. لو حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم عليها واقع دلوقتي الحقيقه، مش افلام. لا، هو في يعني مثلا في ناس بتاخد البصمات عشان تفتح مثلا اجهزه. يعني لو حضرتك مثلا بتدخلي عملك تليفون او تليفون، هل ممكن تزور البصمه ونعمل لها هاكينج؟ ممكن. يعني ممكن اصور بصمه حضرتك واعمل لها سكان واحط عليها ماتيريال كده معينه واحطها على التليفون، يقول لك ايوه هي دي. التليفون ما يعرفهاش. خلاص، فممكن طبعا فتحها. لكن احنا هنا بنتكلم على انه يعني مثلا حضرتك بتقولي بصمه في الشغل، بصمه للتليفون، مش هتتم بطريقه احنا بنقول انه لا ده تم ضبطها داخل مستشفى تقريبا، بتحاول تاخد البصمه بتاعت اختها. من شخص حي، زي بالظبط الوفاه، زي ما يكون في واحد في حاله غيبوبه. الوفاه في الساعات الاولى والايام يومين الثلاثه الاولين قبل ما يبتدي يحصل التغيرات الرميه، بتبقى زي ما يكون واحد في غيبوبه، ما حضرتك ممكن تبصميه برضه. صحيح، دي زي دي مش هتفرق. وبعدين دلوقتي يعني هي البصمات في الطب الشرعي اساسا للاستعراف، للتعرف على الشخصيه، يعني حد متوفي عايزين نعرف هو ده ولا لا. هو ده بقى بنحاول نستعيد بقى لو القصه فيها تعفن او تحلل او حد غرقان في الميه او حد، الحاجات دي بيبقى فيه تغيرات بقى شديده في شكل البصمة، اليد والبط وشكل الجلد. وبرغم ذلك برضك الطب الشرعي بالطرق الحديثه بيقدر يتعرف على الشخصيه دي، بس للتعرف، للاستعراف، وليس للحصول على بصمه حطها على اوراق زي الحاله اللي هي قبل ضبطها. صحيح. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مها غانم، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكيه بكليه الطب جامعه اسكندريه.